جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. إيه أستاذ؟ ناديت لي شي؟ ليكي بانا بسرعة لازم تروحي جهزي غرفة شيفاني وخبري للطباخ كمان إنه يساوي كل شي، يعني كل الأكلات اللي بتحبها شيفاني، مفهوم؟ وبالذات هذا اللي اسمه كيك البردقان، هذا كتير بتحبه. وقولي للشوفير يحضر سيارة شيفاني المفضلة لأنه أنا بذاتي رح روح جيبها فيها هلأ. ليك لازم تهدي حالك شوي بالوانت، لا تنسى أنك مريض قلب، مفهوم؟ شو هذا الحكي يا دكتور؟ أنا كتير مبسوط، ما عم بقدر صدق أنه هالشي رح يصير وشيفاني رح ترجع. شو عم تستني؟ لو سمحت اعملي اللي قلت لك عليه، يلا روحي نطفي الغرفة وجهزية. أستاذ عن جد؟ إيه جد بانا. ليكي بعرف أني غلطان كتير ومشان هيك أنا جاهز هلأ أني صلح أخطائي كلها. حكيت مع أبوه وقلت له أنه جاي لعنكن على البيت مشان رجع بنتي لهون، يعني هو عنده علم بهذا الشيء. يلا ما ضل وقت كتير، لازم تلحقي. بس لسه في شغلة، من شوي اتصلت شيفاني وكانت متضايقة كتير. هي ما كانت منيحة أبدا، لأنه ما بعرف من قايل، لأنه أنت بعتت ناس من شان يقتلوا راجو ويخلصوا عليه. انا انت شو عم تحكي بانا؟ اكيد هذا ابو لراجو ما بيبطل عادته السيئه ابدا، ما في غيره. هو بده يخلي بنتي تكرهني وتكون ضدي، أكيد هي غايته لهالزلمة. بس هالمرة بدي خليه يندم ورح ورجي قيمته كمان. لا تقلقي ولا تهكلي هم، أنا رح حل كل شي بالنا. أنا واثق إنه شيفاني رح تتفهم الوضع، هي أصلاً وقت تشوف جدة قدامها رح تنبسط كتير ورح تركض لعندي كمان. هلأ بتشوفي.